السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله عز وجل سوف نشتغل على الوضعيتان التواصليتان لأسبوعي الدعم الثالث والرابع من الوحدة الخامسة. إذن فلنبدأ بسم الله على بركة الله بالوضعية التواصلية الأولى. خذوا معي المقررات صفحة 123 وهيا لننطلق. هل فتحتم الكتب؟ أحسنتم. إذن انتبهوا معي، سوف نقرأ عنوان الوضعية التواصلية التي بين أيدينا. أقدم معلومات عن حيوان. إذن ماذا طلب منا أبنائي؟ نعم، رضي الله عنكم وأرضاكم، طلب منا أن نقدم معلومات عن حيوان. إذن فلتلاحظوا معي وهيا لنكتشف المشهد الأول أو الصورة الأولى. نعم، عن أي حيوان سوف نتحدث في المشهد الأول؟ نعم، أحسنتم، عن الديناصورات. هل الديناصورات موجودة حاليا؟ لا، بل إنها انقرضت منذ زمن بعيد، لم تعد هنا في زمننا هذا ديناصورات. أحسنتم، يلا هيا هيا، من يصف لي؟ نعم، هناك أنواع مختلفة من الديناصورات، أليس كذلك؟ في الطبيعة هناك ديناصورات طائرة والأخرى تمشي على قدميها، وهناك اختلاف في الأنواع والأشكال. أحسنتم، إذن سوف نتعرف على بعض المعلومات عن نوع من أنواع الديناصورات فيما بعد. ثم ما الذي طلب منا في التعليم الثانية؟ أن نستعمل ونتواصل. إذن سوف نستعين بالصور ثم نقوم بالتحدث عن هذه الحيوانات. إذن أبنائي سنأخذ بعض المعلومات عن الحيوانات، انتبهوا معي. أول صورة سنبدأ بها وهي صورة الديناصور. هذا نوع من الديناصورات اسمه تيراناصوروس ريكس، المعروف بتيركس. هل تعرفون الرسوم المتحركة التي تشاهدون فيها أو بها هذا الديناصور تيركس؟ تتذكرونه؟ نعم، أحسنتم. إذن تيركس عاش في الحقبة الطباشيرية، هذه الحقبة الطباشيرية وهي منذ زمن بعيد، زمن مضى بعيد جدا عنا، قبل 67 إلى 65 سنة مضت، يعني هذا منذ زمن بعيد أبنائي. المعلومات التي نريد أن نعلم عنه هو أن تايركس لديه جمجمة ضخمة طولها متر ونصف، وفكه، انظروا إلى فكه كيف إنه كبير ما شاء الله، فكه يبلغ مترا ومئتي سنتيمتر، قادر على سحق الهضام بسهولة. انظروا إلى أسنانه وأنيابه كيف هي، إنها جد صلبة لأن أسنانه حادة واستعملت لكي تنهش اللحم، كان لا لاحما، كان هذا الديناصور يتغذى على اللحوم. أحسنتم، نعم. إذن تايركس كان طوله 12 متر، ما شاء الله، والارتفاع كان 4.6 إلى 6 أمتار. تتخيلوا معي أبنائي 6 أمتار، إنه ضخم. وزنه نحو 9 أطنان، يعني ثقيل جدا. الغذاء كان يتغذى على اللحم وعلى الديناصورات العاشبة بما فيها أدمونتوروس،
أدمونتوسور عفوا، وهو من الحيوانات العاشبة. كما تعلمون هناك حيوانات ديناصورات عاشبة وديناصورات لاحمة، كما الحيوانات الآن لدينا حيوانات عاشبة وحيوانات لاحمة. نعم، إذا هذه كلها معلومات عن نوع من أنواع الديناصورات أبنائي. فلننتقل إلى حيوان لاحم آخر يعيش في عصرنا وفي زمننا الحالي. إذا سنتحدث عن من أبنائي؟ عن الأسد. أحسنتم. إذا يصنف الأسد في المملكة الحيوانية ضمن صنف الثدييات. يعني الثدييات يعني أنه يلد، اللبؤة تلد من الحيوانات الولودة آكلة اللحوم. وقد أطلق العرب على الأسد عددا كبيرا من الأسماء باختلاف حالاته، ومنها السبع، الليث، الهزير، الورد، الدرغام، وأسامة. كلها أسماء ننعت بها الأسد، أو تنعت بها العرب الأسد. تسمى أنثى الأسد اللبؤة، نعرفها جميعا. أما ولد الأسد فاسمه الشبل، ويسمى عرين، ويسمى صوته المدوي الزئير. وبسبب قوة الأسد ووقاره وزئيره المدوي أطلق عليه لقب ملك الغابة، واعتبر في كثير من الحضارات القديمة أحد الآلهة الحيوانية، لأنه كان قويا وذو هيبة. كان يعتبرون رمز الأسد رمز للقوة والعظمة والشجاعة، وما زال إلى حد الآن أبنائي، أليس كذلك؟ يعيش الأسد في الغابات والسهوب. وقد انقرضت الأسود في أوروبا بحلول القرن الثاني للميلاد، ثم انقرضت في شمالي إفريقيا والجزيرة العربية أواخر القرن التاسع. يعني هذا الحيوان بدأ في الانقراض، بدأت أنواعه تنقرض وتموت، وأصبح عدده قليلا في إفريقيا. ثم سننتقل الآن لنأخذ بعض المعلومات عن حيوان نعرفه جميعا، إنها الزرافة. إذا انتبهوا معي، الزرافة لا تنام إلا ساعتان في اليوم على شكل غفوات لا تتعدى 3 دقائق. إذا الحيوان الذي لا ينام هو الزرافة. أطول حيوان على الأرض، قد يصل طول الذكور إلى 5.5 أمتار. يعني أطول حيوان حاليا على الأرض هو الزرافة، وكان من قبل في العصور الماضية الديناصورات. أحسنتم. تستطيع الزرافة لمس أذنها بلسانها الذي قد يصل طوله إلى 5.5 سنتيمتر. يا سبحان الله، انظروا طولها بمعدل لسانها. للزرافة والإنسان نفس عدد الفقرات، يعني عدد فقرات الرقبة والظهر. يتكون عنق الزرافة من 7 فقرات يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمتر. يعني الفقرات هي التي تكون لنا الرقبة، سواء عند الإنسان أو الحيوان، لكي يستطيع أن يتحرك وأن يلتفت في جميع الجهات. إذا أبنائي، كانت هذه بعض المعلومات عن الحيوانات. أنتم كذلك يمكنكم أن تبحثوا وأن تكونوا معلومات أخرى عن بعض الحيوانات، ثم تسردوها بشكل شفوي على آبائكم وأمهاتكم. أحسنتم. إذا الآن فلننتقل إلى الوضعية التواصلية الثانية. اتفقنا أبنائي؟ هيا خذوا معي المقرر، صفحة 128. هل أخذتم معي المقرر؟ نعم، أحسنتم. هيا فلنبدأ بسم الله على بركة الله.
لدينا الوضعية التواصلية الثانية، وهي أنصح، أنهى، أحذر. إذن سوف نستعمل هذه الأساليب ونتعامل بها ضمن حواراتنا التعبيرية الشفوية. اتفقنا؟ إذن انتبهوا معي إلى الصورة الأولى. ماذا لدينا في الصورة الأولى؟ أحسنتم، هناك قصة الغراب والثعلب المشهورة. إذن تعلمون أن الثعلب ماكر، كان يريد أن يأخذ طعام الغراب بأي طريقة. فبما ننصحه؟ هل سننصحه أم نحذره أم ننهيه عن فعل أمر غير جيد؟ ماذا سنفعل الآن؟ ما هو الأسلوب الذي سنستعمل؟ نعم، سوف ننصح ونحذر في نفس الوقت. أولا سنحذر الغراب، انتبه يا صديقي الغراب من مكر الثعلب لأنه سيأخذ طعامك. ثم ننصحه بألا يترك طعامه وألا يفتح فمه لكي لا تسقط قطعة الجبن. يعني نصحناه وحذرناه. ثم لدينا ألاحظ وأعبر. سوف نلاحظ الصورة الثانية. هيا أبنائي انتبهوا معي، من يستطيع أن يشرح للصورة الثانية؟ نعم، هناك طفل يقوم برشق عش عصفور على الشجرة. هل هذا عمل جيد؟ لا يا أبنائي، بل يجب أن نستعمر أسلوب التحذير. سوف نقول له احذر من أن تؤذي ذاك العصفور أو ذاك الطائر، لأن الله عز وجل نهانا عن فعل هذا، فلا تؤذيه، أليس كذلك؟ ثم في الصورة الثانية لدينا طفلة تأخذ عصفورا وتضعه داخل القفص. سوف نقوم بالني، لا تحبسي هذا العصفور المسكين وأطلقي سراحه ليكون حرا سعيدا. هذه بعض الأساليب التي من الممكن أن نستعملها أبنائي في أسلوب النصح والنهي والتحذير. أحسنتم، إذا لدينا تمرين طلبوا منا فيه أن نقوم بإتمام هذه الفقرة باستعمال الأساليب التي بين أيدينا. لدينا لا، حذاري، كن إياك. إذن لاحظ أبي ضعف كلبي فخاطبني قائلا أن تمنع عنه الأكل أو الشرب لأنه تحت رعايتك، وأن تعذبه وتلحق به أذى، بل به رحيما. إذن أبنائي الصغار سأترككم لتفكروا قليلا ثم ننتقل إلى التصحيح. حاولوا أن تنجزوا التمارين بمفردكم. إن أخطأتم ليس هناك أي ضرر، من الخطأ نتعلم، لأنكم أنتم الآن في طور التعلم. أحسنتم؟ إذن فلننتقل إلى التصحيح. انتبهوا معي. نعم، إذن من يقرأ؟ لاحظ أبي ضعف كلبي فخاطبني قائلا إياك. إذن استعملنا أسلوب النهي، إياك أن تمنع عنه الأكل أو الشرب لأنه تحت رعايتك، وحذاري، هنا أسلوب التحذير أليس كذلك، وحذاري أن تعذبه ولا تلحق به أذى، بل كن به رحيما. هنا استعملنا أسلوب النصح، بل كن به رحيما. إذن أبنائي بعد هذه المراجعة البسيطة أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وإلى الحصة المقبلة بإذن الله تعالى.
أحبكم كثيرا واشتقت إليكم كثيرا كثيرا. إلى الملتقى بحول الله.